أحضر طعامي. حلقة الشوفان بالموز والتمر. طبقنا لليوم هو الشوفان بالموز والتمر، طبق لذيذ ومغذي. المكونات هي كوب من الحليب الدافئ، ويفضل أن يكون ساخنا، نصف ملعقة من الشوفان، بعض من حبات التمر منزوعة النواة، موز مقطع، قليل من الفستق المقطع، وبإمكانكم إضافة ما تحبون من الفواكه أو المكسرات. نحضر كوب الحليب ونضيف إليه الشوفان. ثم نخلطهما بالملعقة بهذه الطريقة، ونضع الخليط جانبا لمدة ربع إلى نصف ساعة. بعد قليل من الوقت يكون الشوفان أصبح أكثر ليونة وتمازجا مع الحليب. والآن جاء وقت إضافة باقي المكونات. نضيف المقدار الذي نحب من قطع الموز إلى خليط الشوفان بالحليب. ثم نضيف حبات التمر منزوعة النواة، وكذلك الفستق أو ما تحبون من مكسرات وفواكه. وأخيرا نخلط المكونات معا حتى يصبح لدينا طبق لذيذ ومفيد، خصوصا لوجبة الإفطار. صحة وعافية.